لكن سننتقل الآن إلى روما مع محمد الغزو. محمد، وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو يشارك اليوم في هذا المؤتمر، ما أهمية الدعم الإيطالي الذي يقدم لليبيا في هذه المرحلة لإنجاح هذا المؤتمر، وماذا ستساهم المساعي الإيطالية في هذا الإطار؟ نعم كاترين، بالنسبة لإيطاليا هي تقدم دعما لا محدودا إلى الحكومة الليبية المؤقتة أو الانتقالية دعينا نقول، وإنها تقوم بدعم هذه الحكومة في كافة المحافل الأوروبية والدولية، وهناك أيضا تنسيق دائم من قبل إيطاليا بالنسبة لدعم كافة الحلول والمسارات السياسية في ليبيا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار كأولوية قصوى للدولة الإيطالية هنا. دعيني أبدأ من حيث انتهيت. بالنسبة لإيطاليا يمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة، حيث تسعى إيطاليا من خلال هذا المؤتمر لانتزاع اعتراف من جميع القوى المشاركة أو المؤثرة في الملف الليبي من أجل سحب المرتزقة وسحب كافة المقاتلين الأجانب قبل نهاية هذا العام، وهو موعد إجراء الانتخابات التي تمهد الطريق لانتقال سياسي من قبل هذه الحكومة المؤقتة. إذن اليوم حتى كافة الصحف قبل قليل رأيتها تتحدث، قرأت أنها تتحدث عن أهمية سحب المقاتلين الأجانب كنقطة أهمية وأولوية لإيطاليا من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا. لا تريد إيطاليا أن تبقى ليبيا بوضع غير مستقر وبوضع أمني هش، لأنه قد يهدد السواحل الجنوبية لإيطاليا من خلال تدفق المهاجرين، وتخشى إيطاليا أن يتدفق مع هؤلاء المهاجرين بعض العناصر الخطرة التي قد تشكل تهديدا للأمن هنا في إيطاليا أو في بعض الدول الأوروبية. لذلك تحاول إيطاليا الترويج لوجهة النظر هذه من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، سحب المقاتلين الأجانب، إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب الذي عارض أي تأجيل للانتخابات في ليبيا وأن تنعقد في الموعد المقرر لها. إذن هناك مصالح عليا واستراتيجية لإيطاليا من خلال هذا المؤتمر، سوف تحاول أن تنتزع اتفاقيات أو اعترافات أو اتفاقيات مع بعض الدول المشاركة التي يهمها الملف الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هناك، وتفعيل وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية الانتقالية الدائرة هناك. نعم محمد.